ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة من انستيتيوب جيمنج. النهاردة يا جماعة لعبتنا بذرة الصغننة، هي دي اللعبة يا جماعة. انت بتستعمل ايه في اللعبة؟ يا هو ده اللي موجود يا جدعان، ده اللي عندنا النهاردة هنلعبه. والله يا جماعة انا استغربت اول ما شفت اللعبة، وهنستكشفها النهاردة مع بعضينا يا جماعة. تنسوش بقى اللايك، يب ننزل دلوقتي نعمل لايك يا جماعة، وخلينا نشوف البذرة والاختيارات اللي عندنا. طبعا عندنا فيها عصفور وعندنا كمان الزرعة، فخلينا نشوف يا جماعه نختار ايه. الزرعه قصدي الشاليه عشان نحط فيها البذره، طلعنا زرعه، ونجيب العصفوره تاكل البذره ان تكون جعانه نشبعها. هو الاثنين مش مفهومين بصراحه، بس الشاليه ايه الاورد، بس انا هستقبل احط العصفوره. يا سيكامولو كولي كولي كولي، شفت كنت حاسس ان هي جعانه يا جماعه. ايه ده؟ اوكي اكلت واتغذت تمام. جاب لنا كتكوت صغير، تحب يا جماعه كتكوت صغير ولا كتكوت كبير؟ اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات. بس خدوا بالكم من حاجه، مش هيتاكل يا جماعه. ناخد دلوقتي بيضه كبيره يا ابو لذيذ عشان ايه ناكلها. فهنجيب على قد العصفوره، فنجيب بيضه صغيره. يا راوي ايه ده؟ خلاص كده اوكي. نبدا بقى نختار ايه احبار بقى. الجزر، جزره فوق وجزره تحت. ايه ده، انت هتطلع لي لونه جزر؟ ايه الاشتغاله دي لغايه دلوقتي يا جماعه؟ انا مش فاهمها بصراحه. جزره فوق وجزره تحت، خلينا نعمل جزره. ايوه ايه ده، عمل ارنوب بيصطاد. ايوه بيضه طلعت بيضه. ايوه اوكي، الارنب مش فاهم حاجه يا جماعه. مش فاهم حاجه. عندنا في مسمار وعندنا في نار، نستخدم ايه؟ نم 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 نم. بيني وبينكم انا بفكر كده يا جماعه، هتلاقوا في زرار احمر كده، دوسوا عليه وحولوا له الرصاص عشان تنورونا في القناه يا جماعه، ونفكر مع بعضينا لان شكل كده العمليه هتطول. نار ولا مسمار؟ خليها شرار. تعمل مس... ايه ده؟ ايه اللسان ده كله؟ يا لهوي مين ده؟ طلع البذرة تاني. لا مستحيل يا جماعة، ايه اللفة الغريبة دي؟ اوكي طب ثواني، يعني معنى كده الاختيارات بتختلف كل ما نيجي نعملها. خلي العصفورة زي كده، ونخلي نجيب البيضة الكبيرة. ياب ياب ياب، خلي الكبيرة بس الصغيرة. ايوه ايوه خلي الكبير. ايه ده كل ده؟ يا لهوي ايه ده؟ دي بدت نعامة دي ولا ايه؟ اوه ممكن يطلع كتكوت مشرشر، ممكن يطلع كتكوت طيب. يطلع يا جدعان شرير والله. طيب في العالم ده خليه شرير يلا، عشان يعرف يا جدعان يتعامل. ايوه جه الشرشر يطلعه. اوكي جيب له ايس كريم ولا ايه الثقب الاسود ده؟ جيب له ايس كريم يلا، نفطره ايس كريم. قول يا حبيبي واتغذى. ايه ده، فتحوا مصنع؟ لا انت بتستهبل. ايه الكتكوت اللي بيستهبل ده يا جماعه؟ ايه راحت تجري يلا. ايه ده؟ مامتهم جت كله صريخ وصويت. مع السلامه، بيتك بيتك بيتك. يبقى دي الاختيارات اللي جات لنا يا جماعه. خلينا نبدا بقى نغير الوضعيه. لسه في حاجات كتيره بصراحه عايز اجربها، بس في اول عصفوره. خلينا نجرب الشاليه. يب حط الزرعه. ايوه كده تطلع بقى وتكبر. ممكن نسقيها، وممكن يا جدعان نزود السماد بحيث الزرعه تطلع اسرع. ف خلينا نحط السماد. يب يب يلا يا رب. يا جماعه دي اتحولت بقت شريرة. نخليها عنكبوت يجي لها ولا دبانة؟ خلينا نجرب عنكبوت شوف هتعمل ايه. يا لهوي ده لفاعة يا جماعة، ما شاء الله. ده انت كنت خياط واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ اوكي جيب مصاصة ولا نجيب كرومبا؟ هي ناقصة غازات يا عم، خليها في المصاصة. اوكي ايه ده يا اختي كمالو؟ الشرناقة جعانة يا جماعة. اوكي بسنة ولا تاخدها عد الدراكولا؟ ايه اللخبطة دي؟ طب ما ممكن سنانها تبوظ. خلينا نجيب عد الدراكولا. ايوه عم نعم 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 نعم، تحولت لخفاش. ايوه رجعت البذرة. الله يا جنان. اوكي هنبدا نغير الاختيارات يا جدعان، ونشوف مثلا لو احنا جينا زقيناها. يب بلاش تحط السماد، خلي ميه عدس تطلع. اي ورده كده جميله، الله شوف منظرها يا جماعه ما شاء الله. عندنا في الكوره دي، وعندنا في صندوق حطيناها في طرد حلو. ممكن مقص وممكن قلم. لا القلم مش نكتب عليها يا جماعه، مش نبعتها هديه لحد رسمنا عليها دي. بس لملم اوكي. في عندنا في دبدوب، وعندنا في تقريبا بتاعه العصا. خلينا نختار الدبدوب. نعمل ايه ده بديبه؟ ايه ده خلاص كده؟ ممكن يحبها. احبها حبيبي يا تيكا مالو. الدبدوب يا جماعه حبها، وبعد كده خلاص سكن في البيت، ورجعنا تاني للحبايه. الرخامة. اوكي خلينا نجيب دي. طيب اوكي نزرع الزرع، نحط شويه من السماد، وبعد كده يا جماعه نبدا نغير الاختيارات بتاعتنا. بدل ما نحط العنكبوت خلينا الدبانه.
هذا رد البيان. ايه مش تعرف تعمل زي العنكب يا راوي. انت البدن مفترية كانت الزرعة. تعالى بنت ايه ده جاي 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 جات الدبلة يا جماعة جيب لها تعالى. سحبوا تمسك التمت. الله لعبة غريبة. اوكي خلينا يا جدعان مبدئيا نعمل الحوار ده تاني، بس بدل ما نضرب الدبانة نغير الاختيار بتاعنا. ممكن بعد كده يا جدعان نشوف رد فعل الدبانة هيكون مختلف ولا زي اللي قبلها. يلا كل 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 اكلتيه يا اختي مفترية. ايه ده وقتك ليه يا ايه يا مفترية؟ عندنا في دي وعندنا في دي، خلينا نجرب دي. او في كريز وهنا في خياره، خلينا نجرب الكريز. ايه ده؟ المقرفه دفتها دفتها المقرفه. ثواني يا جماعه، يعني ممكن لو حطينا لنا الخيارايه ممكن تاكل البتاع كلها. بصراحه دبانه مقرفه قوي قوي قوي. الله دبانه عايزه اي تفريشه. جرب الكركم ثواني يا مفتريه. اوكي خلينا نحط لها دي. يلا يعمل لك الحاجة اللي بتحبيها على ايس كريم كمان. يلا يا اختي كماله يا رايقة. ايه ده يا جماعة ده؟ تعمل حمام كريم. ايوه يا حلولي بتتدلك كمان. شفت الدبان عايش حياته ازاي يا جماعة؟ ايوه اوكي ورجعت تاني حباية. خلاص كده خلصنا. بما ان انت بقى حاطه ايوه الحمام كريم انا احطك بقى. لا مين اكلها يا مقرف؟ اكلها بالذبابه يا جماعه يا مجنون. اوكي هنا يا جماعه لما جينا على الترام واحده كده واتظبطوا ظبطه صح بالمضرب، فبدل ما نستخدم العفريت خلينا نشوف السكيلتون ده. اوكي جاروا مشوا سابوها. ايه ده بيحتفلوا بيها ولا ايه؟ ايوه السكيلتون بتاعها. اوكي ما شاء الله عليهم. نعمل لايك ولا نعمل ديسلايك؟ قدم سرهم حلو. لايك يلا لايك. ايه الله يبارك. اكيد هتحاول بعد كده البذره صح؟ عندنا تشوف يا اختي كمال وكان تمثيلهم رائع رائع. طب هنا يا جماعه هنغير الاختيار، بدل الجزره اللي هنا خلينا الجزره اللي ايوه المعكوسه. ايوه نزرع جزر. رحت فين؟ راحت فين البيضه؟ عندنا في فيل وعندنا في بطه. غريبة يا جماعة هنجيب البطة. يا حلاوة يا بطة بيتو. اوكي مركب ولا نجيب دي؟ اوكي خلينا نستهبل كده يا جماعة فرقعها. يلا تعالى يا بطبوطة. ان 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 ايه ده؟ بس يا لهوي يا لهوي خلصت على البطة وجبت لنا البذرة تاني. طب بدل البطة يا جماعة ممكن نغير الاختيار ونخليه فيل. تعالى عمو الفيل. ايه فيل ابو زلومة ده ولا ايه؟ ما شاء الله بقى درون يا جماعه. نطلعه فوق ولا نخليه رايح جاي؟ اطلع فوق يا عم. خد الجزره واسحب انت الله اخذتهم هما الاثنين وريحتنا منهم. اوكي خلينا يا جماعه خليهم رايحين جايين شوف اللي يحصل. ايوه حته حته. اوكي يلا كمل. خلاص كده قطعها حلو. هنا ممكن نستخدم الشاليه ممكن نخليها كينج. خلينا نجرب يا جماعه نحط الشاليه على انا شايفه دي تحولت يا بلده. يا 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 والله انت بتستعمله. اوكي خلينا نستخدم بقى البطبوطه يا جماعه، بس في البطبيطو هنغير الاوبشن. يب نخليها بدل دي نخليها المركب. يا سلام. ايوه بقى ايه ده؟ ايه ده بتشفط الميه؟ يا مفترية تحولوا ايه الاستهبال ده؟ طب دلوقتي يا جماعه في البيضه بدل ما نخليها شريره مش شرشره هنخليها يا جماعه يا بيت يا طيبه. وايه كميه ما شاء الله هتتكسر. ايه ده؟ يا لهوي ايه المنظر ده؟ والله دي فرخه دي يا جماعه ولا ايه؟ اوكي عندنا دي وعندنا دي خلينا نجرب دي الاول. رجعت تاني بذره ما شاء الله. ايوه ايوه فاسد جابت لنا البذره تاني. مفيش مبروك يا جماعه مبروك مجالك. خلينا بقى يا جماعه بدل ما تفقس نجرب ايه دي بالظبط؟ برجيه حاليا ولا ايه؟ يا لهوي الفيل. ايوه لانه اتحول عصرها عصر. طب هنا يا جماعه كنا احنا جبنا ايس كريم وحولنا البضايه للايس كريم وكله كان بيتغ مين بيحب منكم الايس كريم يا جماعه؟
ده الشبه هاي. بص بقى يا معلم، خلينا نشوف هنا نعمل الدايره بدل الايس كريم. ايوه انت هتوديها فين يا انت؟ عامل كب سري ولا ايه؟ والله البتنجانه دي يا جدعان شاكك فيها. عندنا في حليب وعندنا في سحابه. طب احنا لو سحابه هنسقيها، طب والحليب مش فاهمها بصراحه. نجرب كده الحاجات، وهي كله غريب في غريب. ايه ده؟ ده كلب ده يا جماعه ما شاء الله، ولا يخرب لا ما شاء الله مكثف. بتتفر على ايه؟ ايوه بعدين اوكي، ده المفروض راسه هنا ولا راسه هنا؟ خلينا يا جدعان نعمل ايه؟ جاموس. ايوه الفضائيين، الفضائيين هيعملوا ايه؟ اخذوا الجاموسه شفطوها وريحونا، احنا الحبايه يب رجعها لنا مره تانية. خلينا يا جماعه نغير بقى الاختيارات هنا شويه ونخليها نار نار نار. ايوه بالاذنيه ده هيخليها. انا لحقت ده لسه بقول اوكي. دي ما جربناهاش يا جماعه، احنا جربنا كوره البولينج. ايه الهبل ده يا عم؟ خليها تضحك ولا تزعق؟ ضحكيها انا يا اخت، ما ناقصه. ايوه نعمل ابتسامه يا تيكامالو ونحط له مخ. ايه ده هيفكر؟ يلا خلي الكره تفكر يا جماعه. ايه ده؟ ده عنده مخ بجد؟ لا مستحيل والله دماغها شغال. نحط لها دي ولا دي؟ حط يا عم عشان تكبر المخ بتاعها. يلا ايه ده السمك؟ ما شاء الله سمكه ببدله يا جماعه. كمان سموكة اوكي. ايه ده بتاكل مخه يا جدعان كريز؟ ما شاء الله تف الحبايه واخدته كله. مع السلامة يا حبيب قلبي. طب هنا بقى يا جماعة هنغير اختياراتنا، لأن بقى إيه شفت حاجة، اللي إحنا في حاجات مخلصينها بالهبل، شايفين؟ كل الحاجات دي، بس برضه في حاجات في السنان والحاجات دي، في لسه حاجات ما جربناهاش، فممكن نوصل لها. خلينا بس نوصل للعنكب. يب. العنكب ده يا جماعة عامل الشغل الجامد، في اختيار تاني ما اخترناهوش. عم المص أنت. هنجيب يب بدل المصاصة نجيب دي. أوكي طلعت مضبوطة. إيه ده؟ ما شاء الله هنا كده او كده، والله ما عارف يا جماعه ايه. ايه ده يا اختي كمال؟ هتقوى؟ لا القرف اكلها. ما شاء الله خد اخر حته انا والسيف يا مورف. اوكي هغير الاختيار بدل الالم خليه ده. يب. ايه ده خلاص كده؟ ممكن نحولها يا جماعه كيكه وممكن نطيرها. غيرها يلا. اوكي ولعوا فيها. وي هيلعبوا يا رايقين. هنحطه مظبوطه. كمل كمل كمل. تير راحت الفضاء. يا لهوي على جنانكم. اوكي هنا يا جماعه كنا احنا اخترنا السنان دي وتحول اسمها ايه دي؟ خفافيش. فهنحط السنان العاديه. اوكي تحولوا سنان ماما. لا 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 فاهم ايه؟ يا لهوي اكل الحاجه والسنان. واخدت سنته طلعتها البذره. ثواني يا جدعان شوف احنا بس وصلنا لحد فين. شوف شوف كل ده لو جبناهم ناقصنا حاجات. شوف الديسلايك والاسماء دي كلها على العسل والشمسيه الحاجات دي بس ناقصانا. دي بقى لما خليناها تضحك. خليها يا جماعه ايه نشوف دي بتاعت ايه بالظبط. اوه حولناها تلفزيون. نجيب بقى فشار ولا والله يا عم التلفزيون. شوف ابو اللذيذ منزل ايه. ايه ده؟ ايه اللي جاب التبانه هنا؟ لا يا جماعه اخي التبانه ورانا ورانا ولا ايه يا زنزونه انت؟ اوكي هنا يا جماعه بدل ما نلون البتاع هنستخدم المقص. يلا ايوه كده. مين مناخير دي؟ ده واحد بيشم ده يا جماعه. ممكن يشم وممكن يسقيها. لا هينف عليها. ايه القرف ده؟ الله شفق بطق خالص يا جماعه كلها. كتر خيرك رجعت لنا الحاجه. بقول لكم ايه، بدل ما اخليها تلفزيون يا جماعه نجيب فشار. يا بناكل ونتغذى بقى. ايه ده؟ ما شاء الله كله اتاكل مفيش تلفزيون. تفا فص ملح وداب. بفكر بقى يا جماعه نخلي دي هنا تشتي عليها. ايه ده؟ انت بتصطاد هنا ولا ايه؟ يا راجل ده جاب لها سحابه ما شاء الله. ايوه شمسيه ولا دي ولا دي؟ خلينا يا جماعه نجرب شمسيه. خلينا نجرب دي. اوكي بس بقى المره دي هنستخدم شمسيه يا اختي كمال عشان يحمي نفسهم يا جماعه. ونجيب حاجات تانية كده نفتح. اوكي تزرع وتطلع. يب زي ما توقعت. خلينا نشوف بقى فتحنا كام واحده. اوه صدقنا نصينا حاجات صغيره ونخلص يا جماعه كل حاجه.
طب المره دي بقى هنخلي الدبدوب ايه ده عندنا في بتاع تصدقوا في نحل هنا كمان. أوكي. لا 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 ثواني انا دي بقى. ايه اوكي نختار يا رايقين ايه نضرب البطه معاها يا اختي كمالو. اوكي ويلكم باك شكرا. اوه ايه ده يا عم الفيل هو مفيش نحل هنا ولا ايه؟ ايه الهبل ده؟ اخدها اوه متجمعين ما شاء الله جت يا جدعان الملكه بنفسها جابت لنا البذره. خلينا بقى نرخم على عمو الدبدوب يب بدل ما يحبها يا جدعان نخليه ما يحبهاش. يكسر البتاع ايه ده يا عم الدبدوب احنا بنعدي النفوس. ايه يا ابني يا لهوي اتجن يا جماعه وكسر كل حاجه معايا. خلينا نشوف فتحنا كده كام حاجه. اوه صدقوا نصتي ده تقريبا 3 ولا 4. يا مقرف يا مقرف يا كلب بص ولا هنا مش في دماغه دي يا جماعه حطينا راس بقره. خلينا نحط بقى الكابتن الثاني. ايه ده يلا بقى بقى عشان نخلص منك ومن قرفك تحول الرماد. يا سلام فتحنا حاجه جديده. يب يا جماعه بيني منكم يا جماعه انا هعمل دي اخر حاجه عشان اسيب لكم فرصه يا جماعه ان انتوا تشوفوا بقيه الحاجات. يا حلاوه البليبورد يا رايقين وانت كمان جيتي. بس كده يا جدعان دي كانت تجربتنا للعبه الغريبه العجيبه دي الحاجات كلها اللي انا جبتها. ناقص بقى ايه 1 2 3 4 5 6 7 ناقص 7 حاجات تجيبوها انتوا بقى يا جماعه وتقولوا لي كانت ايه في التعليقات. وبس كده يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو النهارده. اشوفكم مره جايه وانت جديد مع اي سي سي يوب جيمنج. يلا سلام.